السلام عليكم، معكم أحمد جمال من قناة إيفوي. بنغطي في هذا الفيديو كل شيء تحتاج تعرفه عن البلايستيشن 5 من الأسعار في أغلب دول الوطن العربي، والألعاب المؤكد إطلاقها في أول يوم، وأسعار الإكسسوارات مثل يد التحكم والشاحن. ونبدأ بأسعار البلايستيشن 5 ووقت الإطلاق. أخيرا تم الكشف عن أسعار البلايستيشن 5 وتاريخ الإطلاق اللي هرمنا عشان نعرف. الأسعار كانت متوقعة ومقبولة نوعا ما، يعني $500 لنسخة الأقراص و$400 للنسخة رقمية. طبعا نسختي الجهاز بنفس المواصفات، والفرق الوحيد هو محرك الأقراص. من وجهة نظري شراء نسخة الأقراص أفضل، يعني لأنك بتوفر كثير في أسعار الألعاب على المدى الطويل. فكر فيها، لو رحت لمحل ألعاب ممكن تتفاوض على السعر، أو تشتري قرص مستخدم بسعر أقل، أو تبادل الأقراص مع أصحابك. يعني في خيارات أوسع من النسخة الرقمية، اللي لو نلاحظ أسعار كثير من الألعاب في متجر بلايستيشن الرسمي ما تتغير كثير بالرغم من مرور فترة طويلة على اللعبة. يعني ادخل دحين وشوف في العاب لها 3 سنوات، انا ماني فاهم ليش لسه ب $40 و $50، ماني فاهم ليش. وممكن اخذها ب 50 ريال من اي محل، حتى ممكن يقول لي خذها انت ببلاش. ايضا ضاع في عين الاعتبار ان الهارد ديسك الخاص بجهاز البلايستيشن 5 بيكون في الغالب مرتفع الثمن بالاضافه للاكسسوارات وغيرها، والخيار بيدك، ضروري تحسبها بشكل جيد قبل شراء اي نسخه فيهم. بالطبع الى اللحظه هذه اللي انا اتكلم فيها لم يتم الاعلان عن سعر الهارد ديسك الخارجي اذا كان متوفر اللي ممكن اشتري لي جهاز البلايستيشن لو حبيت اني اوسع المساحه حقت الهارد ديسك، فما اعرف بالضبط كم السعر، هذا موضوع ثاني. مبدئيا نقدر نتوقع انه السعر ممكن يكون من $150 او $100 الى $200، ماني فاهم، على حسب المساحه 1 تيرا او 500 جيجا. فبرضه ضع في عينك انك لو اخذت نسخه رقميه حتتورط، يعني ما في مجال ثاني الا العاب رقميه، فالخيارين يريحوك ويساعدوك ماديا نوعا ما على المدى الطويل. بيتوفر الجهاز بكميات محدوده في أول 3 أشهر، والطلب المسبق بدأ يوم 17 سبتمبر من هذا الشهر اللي هو يوم الخميس تقريبا، ثاني يوم مباشرة بعد الحدث الخاص بسوني. بشكل رسمي سيتم إطلاق البلايستيشن 5 في تاريخ 12 نوفمبر من هذه السنة في أمريكا، اليابان، كندا، المكسيك، أستراليا، نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وبقية العالم في تاريخ 19 نوفمبر ما عدا الصين اللي يعني وضعها خاص شوية. بالنسبة للسعودية حاليا بإمكانك شراء الجهاز عبر طلب المسبق، وبيوصلك في تاريخ الإطلاق الرسمي عبر المتاجر المعتمدة من سوني السعودية التالية: مكتب الجرير، لاعب، إلكترونية الحديثة، ألعاب طوكيو، ومتجر إكسترا. والنسخة المتوفرة حاليا لطلب المسبق هي نسخة الأقراص بسعر 2299 ريال سعودي شامل الضريبة، والأسعار المحددة رسميا لبعض الدول العربية شامل الضريبة طبعا أمامك في الشاشة الآن: كويت، عمان، البحرين والإمارات. أما في بقية الدول العربية يفضل إنك تشتري من متجر معتمد أو مضمون على الأقل. والله يعينكم يعني على فروقات الأسعار في الأسواق، ما أدري ليه بس حاس سعره بيوصل في بعض الدول لأرقام محشية فعلا، يعني زي العراق الله يكون في عونهم، فرق العملة رسوم الشحن والجمارك، وبعد أحط فوقها كمان طبع بعض التجار، ممكن يصل إلى 700,000 دينار عراقي يعني وأكثر، الله المستعان. يعني ما أدري شو. ننتقل لأسعار الأكسسوارات أو ملحقات البلايستيشن 5 في السعودية واللي أسعارها أكدت بشكل رسمي. يعني يد التحكم سعرها 349 ريال، الكاميرا ب 299 ريال، قاعدة الشحن اللي تشحن فيها يد التحكم ب 149 ريال، سماعات الرأس ب 499 ريال، يعني ما اختلفت عن السابقة، والريموت كنترول ب 149 ريال. طبعا جميع الأسعار شاملة الضريبة. نخش في الألعاب، الألعاب التي ستطلق في أول يوم، يعني أول ما يصدر الجهاز في أول يوم الألعاب هذه هتجي معه، فأنت شوف كيف الألعاب معك وقرر هل هتشتري الجهاز عشان الألعاب هذه ولا لا. وهذه القائمة قابلة للتوسع، يعني ممكن ألعاب كثير يتأكد تاريخ إطلاقها في اليوم الأول مع الجهاز، فشيكوا بشكل دوري للمهتمين بتحديث القائمة في حساب إيفوي بتويتر. عندنا لعبة سبايدر مان الجديدة، أساسن كريد فالهالا، وأسترو بليروم، ديمون سولز تأكدت وهي حصرية للبلايستيشن، تم نفي الإشاعة والخطأ كان خطأ في التصميم إنها هتنزل على البي سي، للأسف فقط حصرية على البلايستيشن 5. كول أوف ديوتي بلاك أوبس كولد وور وديست تو بياند لايت، وعندك جاد فول ودستراكشن اول ستارز، يعني لسته كده حلوه يعني من الالعاب ما
مبدئيا يعني ممكن يعني لو ما عندك اي جهاز ثاني ولا يمكن انها تنزل، مع انه هذه الالعاب اغلبها نازل على بلاي ستيشن 4، فممكن تشتري بلاي ستيشن 5 يعني. الميزه الجديده والغريبه اللي انا اعتقد انه هم سووها عشان ينافسوا او انهم يعني كده حفظ ماء الوجه، بحكم انه اكس بوكس عندها الجيم باس، فقالوا خلينا نعمل حاجه اسمها بلاي ستيشن بلس كولكشن، وهذه خدمه سميها ميزه ما ادري. اعلنت سوني ان الالعاب اللي تشوفها حاليا امامك تم تحسينها لتناسب البلاي ستيشن 5، وستصدر مجانا لملاك اشتراك البلس في اول يوم اطلاق الجهاز. حركه حلوه يعني للناس اللي ما جربت هذه الالعاب من جادو 4 ديز جون والعاب لطيفه ثانيه يعني. ونخش على حبشت كانات السريعه. اعلنوا عن جزء جديد من لعبه جادو 4 باسم راجناروك بيصدر في السنه القادمه 2021. انا صراحه سريعين بحكم العمل عن بعد والصعوبات اللي يواجهوها مطورين الالعاب حاليا، ما ادري كيف سووها. في 17 جولاي مدير التسويق العالمي لبلايستيشن ذكر في لقاء مع جيف كيلي لما سألوا متى سيبدأ طلب المسبق لبلايستيشن 5، فذكر ورد عليه إيريك إننا راح نعطي خبر قبلها بفترة طويلة للاعبين عشان يستعدوا، وللأسف طلب المسبق بدأ في نفس اليوم في بعض المتاجر واليوم الثاني في بقية العالم، وهذه ما عجبت إنه ينبهنا قبلها بيوم، لأن في مثل هذه الحالات اللي يباع فيها منتج مشهور بيتم استغلال الوضع من الكثير من الأشخاص ويطلبوه، وبسبب قلة المنتج يرجعوا يبيعوه بسعر مرتفع. شوف بس يعني انت قدامك كم سعره وصل في موقع اي باي، شيء خرافي، 2000 دولار و1500 دولار، يعني اسعار مبالغ فيها. هذا ذكرني باللي صار عندنا في السعوديه في بلاي ستيشن 3، وصل سعره اول ما نزل 8000 ريال و9000 و10000 ريال، في ناس اشتروه بارقام فلكيه. معليش يعني بنتظر الين يتشبع السوق تماما وما في اصلا لعبه تستاهل اشتري الجهاز عشانها يعني، وخلي المكتبه تتوسع بشكل كبير، وانا لما اجي اشتري الجهاز يكون في مكتبة حلوة للألعاب، خصوصا انه باقي 3 شهور على السنة الجديدة يعني. في مقابلة مع جيم راين ذكر التالي: فكرة انه سوني تطلق خدمة مشابهة للجيم باس غير منطقية وغير مناسبة للشركة، ايضا 99% من العاب بلايستيشن 4 تقدر تلعبها على بلايستيشن 5، وكمان سوني مهتمة جدا بجلب المزيد من الحصريات للبي سي، ايضا سيتم دعم جيل بلايستيشن 4، هذه نقطة مرة حلوة، لثلاث سنوات. بلايستيشن 4 سيتم دعمه لثلاث سنوات اضافة حتى العام 2023، هذا يعني المزيد من الألعاب، وتقريبا أغلب الألعاب بتنزل على الجهازين 4 و 5 وبس. هل راح تشتري الجهاز أو بتنتظر أو متحمس وبتبيع شعرك عشان تشتريه وتنضم لنادي الصلع معانا؟ ما أدري، بس اكتب لنا في التعليقات. لا تنسى زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، ونشوفكم في خير.